وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاة أبو الفتح، مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. دكتورة نجاة، أهلا بك في نشرة الثالثة، ولو تحدثينا عن أهم أسباب ارتفاع أعداد الحالات القائمة في الفترة الأخيرة، وهل هذا الارتفاع يعتبر مؤشرا خطيرا؟ مساء النور. ترجع الأسباب إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتراخي صراحة في تطبيقها، ما أدى إلى ارتفاع الحالات القائمة وزيادة معدل الانتشار. ونود الإشارة إلى أن ارتفاع أعداد الحالات القائمة استنادا إلى المنحنى الخاص بالفيروس قد بين تزايد في الحالات القائمة خلال شهر فبراير الجاري، وهو مؤشر خطير مقارنة بعدد الحالات القائمة اللي تم تسجيلها في الأشهر الماضية. وكشفت اللي هي آلية تتبع أثر المخالطين أن من أسباب انتشار العدوى هي المخالطة المباشرة، والنسبة الأعلى من انتقال العدوى بين المخالطين كانت نتيجة لتجمعات عائلية ومناسبات خاصة. تم تتبع آلية أثر المخالطين لنحو 300,000 مخالط. للأسف فإن الوضع الحالي يشهد خطورة مع ارتفاع أعداد الحالات، خصوصا أن السلالة المتحورة تعتبر ذات انتشار سريع وتحتاج إلى زيادة الحيطة والحذر وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية. نعم دكتورة، كيف من الممكن أن نعمل على خفض نسبة هذا الارتفاع في الحالات القائمة؟ ليكون النجاح حليفنا في هذه المرحلة من التعامل مع الفيروس، علينا مواصلة الالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس حماية لأنفسنا ومجتمعنا. الإجراءات هي نفسها المعلن عنها منذ بدء التصدي لفيروس كورونا ولا تختلف، ولا بد من الالتزام بها للحد من انتشار الفيروس والسلالة المتحورة عنه. من المهم طبعا الابتعاد عن التجمعات واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي المباشر، ومواصلة الالتزام بالإجراءات اللي هي مثل ارتداء الكمامات، تنظيف اليدين، التعقيم باستمرار، التزام معايير التباعد الاجتماعي وحماية الفئات أهم شيء من أصحاب عوامل ذوي الاستطار كبار السن، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى أخذ التطعيمات المضادة اللي تسهم في بناء مناعة مجتمعية. لذا فإن المسؤولية مشتركة تجاه أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا، وعلى الجميع أن يكونون على درجة من الوعي لنتجاوز هذا التحدي بنجاح بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. نعم دكتورة نجاة أبو الفتح، مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.